الفيديو جراف اللي احنا شفناه ده ممكن شركات السياحه تبيع بيه عشان الجو الحلو بتاع مصر؟ انت بتتكلم ان انت في مصر عندك الشتاء، عندك تعالى القاهره او اسكندريه هتلاقي درجات الحراره 18 و16 مثلا، عندك اسوان عايز صيف روح 26 وشرم الشيخ، يعني بجد احنا والله بدرجات الحراره بتاعتنا دي احنا ممكن نبيع، يعني شركات سياحه تبيع وتجيب وفود عادي جدا مفيش اي حاجه، ده بس ان احنا عندنا طقس حلو. خلينا ناخد دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه ونعرف عنده تفاصيل الايام اللي جايه هتبقى ايه. يا دكتور محمود بونجور جدا، صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم عليكم، اهلا بيكم كل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك، ومعلش هقولها مره تانية، مصر بجد ربنا ميزها بجو جميل طول السنه، ودي مش مجامله، درجات الحراره هي اللي بتقول، يعني على ارض الواقع الكلام واضح اهو، فحاجه جميله جدا حتى لو احنا بنحب الشتاء، بس برضو اكيد احنا سعداء بالجو الجميل في مصر ده. خلينا بقى نعرف من حضرتك الايام اللي جايه هتشهد ايه يا دكتور محمود. هو انا سعيد طبعا ان حضرتك بداتي تتنازلي عن الشتاء وعن ايام الشتاء اللي نفسك فيها دلوقتي خلال الفتره دي. واحنا بنقول برضو فعلا زي ما حضرتك ما بتقولي، ربنا حامي مصر بصراحه، وجو مصر جميل جدا ومختلف عن باقي الدول المجاوره. المغرب فيها سيول وفيضانات والصور المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كوارث في المغرب بسبب سوء الاحوال الجويه. ولكن الحمد لله زي ما احنا ما شايفين الشمس ساطعه بشكل كبير في سماء الجمهوريه، رغم ان هناك فرص وهناك سقوط امطار حاليا على مطروح والسقلوم واسكندريه، وصلت لكفر الشيخ زي ما توقعنا النهارده، وهتمتد خلال الساعات القادمه لتشمل باقي محافظات السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط، بالاضافه لمناطق من الوجه البحري. عندنا فرص خفيفه النهارده على مناطق متفرقه من القاهره، ولكنها فرصه ضعيفه، بس طبعا كنا يعني نوهنا عنها برضه. ولكن الاجواء مستقره بشكل كبير، درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه، متوقع ارتفاعات تدريجيه خلال الايام القادمه، ولكن برضو احنا بنقول ده فترات النهار، انما مجرد ما بتبدا تغيب اشعه الشمس بتنخفض درجات الحراره بشكل سريع جدا. صحيح. وهيزيد الفارق بين العظمى والصغرى عن 10 درجات مئويه كمان الايام اللي جايه. فده بيخلينا ناخد بالنا قوي في الوقت ده، نهايات الفصول دايما وبدايه الفصول الجديده بتبقى فيها تقلبات شديده. احنا خلاص قربنا نخلص فصل الشتاء، ينتهي معانا 20 مارس ويبدا فصل الربيع. فطبعا الفتره دي بنلاقي فيه فروق في درجات الحراره كبيره بين العظمى والصغرى في اليوم الواحد. فناخد بالنا ونكون حذرين جدا من نوعيه الملابس اللي بنلبسها خلال هذه الفتره. تمام جدا دكتور محمود. طب انا عندي سؤال اخير، هل بالوضع اللي احنا شفناه ده الشتاء السنه دي في مصر اللي هو مختلف الى حد كبير عن يعني اي سنه فاتت، برضو ما شفناش البرد القارس اللي موجود او اللي كنا بنشهده كل سنه، هل من المتوقع، يعني اكيد مش وفقا للارصاد الجويه، وفقا لمعلومات حضرتك او يعني دراستك، هل كده الكلام بيقول ان الصيف السنه دي ممكن يبقى شديد الحراره في مصر؟ لا، هي ملهاش علاقه، الفصول ملهاش علاقه ببعضها، يعني مش معنى ان الشتاء كان ضعيف يبقى الصيف قوي او العكس، لا، ما الفصول مش يعني وفقا لتغيير المناخ. انا بتكلم هو في تغيرات مناخيه، احنا التغيرات المناخيه حضرتك ممكن تكون للاسوء او للافضل، يعني مش لازم يكون التغير المناخي في الفصل بيدي ظواهر سلبيه بس. تمام. ده ممكن وارد، يعني شفنا درجات الحراره الصيف الماضي ما ارتفعتش برضه بشكل كبير 36 37، انما نسب الرطوبه هي اللي في مصر بتبقى عاليه جدا في فصل الصيف، للكتل الهوائيه والمنخفض الهند الموسمي ومروره على البحر الاحمر والبحر المتوسط، كتله سخنه بتعدي على البحر المتوسط او البحر الاحمر بتحمل كميات كبيره من الرطوبه، فبترفع نسب الرطوبه بشكل كبير جدا على مصر. انما درجات الحراره ما ارتفعتش، كانت 36 35 37 مش اكتر من كده. انما الربيع اللي احنا داخلين عليه بقى هو اللي بتتسجل فيه اعلى درجات حراره على مصر على مدار العام كله. بتتسجل في فصل الربيع. يعني كام بقى كده؟ هنشوف طبعا، بس ده وفقا للمعدلات المناخيه بتاعتنا اعلى درجه حراره في السنه بتكون في الربيع، ما بتكونش في الصيف. امال الايام، اولا صباح الفل على حضرتك يا دكتور محمود. صباح الفل عليك فندم. امال الايام اللي احنا بنغلي فيها في الصيف دي بتبقى درجه الحراره اقصاها 36؟ بالظبط يا فندم. ما اللي بيحسسنا هو الرطوبه بس بتحسسنا للدرجه دي بوقع الحراره؟ طبعا، انت حضرتك بيبقى مشكله في التنفس وبنلاقي بنصب كميه عرق رهيبه. طبعا طبعا. لا، واحساس بسخونيه في الجو، يعني الواحد كانه ماشي في فرن بلدي مفتوح. بالظبط طبعا. هو طبعا الشمس، وجود الشمس برضو ليها عامل كبير، لان ما فيش سخن في الصيف، ولكن حده الشمس
مش بنفس الحده اللي بنشوفها في فصل الربيع، لان فصل الربيع بتاعنا في درجات الحراره بشكل قياسي بتصل احيانا الى 40 درجه وبتعدي ال 40. فده ما بيحصلش الحمد لله في الصيف، ودي من نعمه ربنا على مصر، لان ارتفاع حراره بالمنظر ده مع ارتفاعات رطوبه صعب الجو صعب جدا. صح. صعب. هنبقى اصعب من افريقيا، افريقيا عندهم نسب رطوبه عاليه ولكن ما فيش درجات حراره عاليه، يعني حضرتك احنا بنقول ساعات الرطوبه هناك بتوصل 100% ودرجه الحراره ما بتوصلش 30، والجو بقى غير لا يطاق برضه يعني. تمام. طيب على كل حال بنشكرك جدا يا دكتور محمود، شكرا لحضرتك. العفو.